في السياق، قتل ما لا يقل عن 34 من ميليشيا الحوثيين الإنقلابية بنيران الجيش الوطني خلال تصديه هجمات حوثية في جبهات المنطقة العسكرية السابعة. وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن قوات الجيش صدت في عموم جبهات المنطقة هجمات حوثية مكونة من 7 أنساق متتالية، وقتل في المواجهات ما لا يقل عن 34 حوثيا وأسر 11 آخرين في كمين محكم بوادي الضيق والمخدرة. وسعدت قوات الجيش الوطني معدات وآليات قتالية بينها 3 عربات وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. يأتي هذا فيما شن طيران التحالف العربي 5 غارات استهدفت مدرعة تابعة للحوثيين في منطقة الضيق وأخرى في وادي الجفرة وتجمعا في حزم الجفرة، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا. ولمزيد من التفاصيل حول مستجدات الأوضاع العسكرية الدائرة في مناطق المنطقة العسكرية السابعة وبالتحديد في نهم، ينضم معنا عبر الهاتف مراسلنا محمد عبد الكريم. محمد، إذا ما هي آخر المعلومات التي لديك حول المواجهات العسكرية الدائرة في نهم؟ باتات عنيفة في هذه المناطق التي ذكرت ابتداء من صحراء اللسان وأم العربي وانتهاء جبل مرقد الاستراتيجي. اليوم تدور الاشتباكات في محيط جبل مرقد الاستراتيجي القريب من نجد العتق، هذه المنطقة التي استنزفت الميليشيا في الأرواح والعتاد على مدى 4 أشهر الماضية. الهجوم الكثيف والأكبر من نوعه حيث تصدت إلى الآن حسب معلومات من المنطقة العسكرية السابعة تصدت قوات الجيش الوطني إلى ما يقارب 22 نسق منذ 6 أيام. هذه الأنساق المتتالية تم تدميرها بالجد. نعم. طيب محمد، أيضا من بين المعلومات التي وردت أن الجيش استطاع السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية التي من خلالها يضيق الخناق على الحوثيين الذين يحاولون التقدم باتجاه المخدرة. نعم، استطاعت قوات الجيش الوطني أن تقطع خط إمداد الميليشيا الواصل ما بين جبهة القلب وهي جبهة مفرق الجوف، أيضا جبهة نجد العتق. استطاعت قوات الجيش الوطني أن تسيطر على خشم صلب وهي منطقة جبلية تقع في ما بين الجيش الوطني أن يقطع الطريق الرابط بين الجبهتين وهي طريق استراتيجية كانت تمر منها الميليشيات، إضافة إلى أن الاشتباكات اليوم تدور في وادي الضيق في مساحة تقارب 5 كيلومتر مربع. لم تستطع الميليشيا التقدم رغم كثافة الهجمات التي تمثلها إلى الآن 11 أسير يوم أمس واليوم 10 جدد. تمكنت المنطقة العسكرية من أسرهم في وادي الضيق حسب معلومات حصلنا عليها من المنطقة العسكرية السابعة. طيب محمد، هل يعني ذلك بأن الحوثيين دفعوا بعناصر كثيرة وكثيفة إلى الجبهة هناك لغرض السيطرة عليها؟ هل اختلف الوضع الآن عما كان عليه في السابق؟ نعم يختلف، لأن الحوثي يهجم باعت محاولته بالفشل. الآليات والمدفعات التي استخدمها والصواريخ الحرارية التي استخدمها وهي أسلحة نوعية للمرة الأولى يستخدمها منذ اندلاع الاشتباكات في هذه المنطقة، لكنه لم يستطع أن يتقدم. بالعكس، تقدمت قوات الجيش الوطني في عدة محاور وكبدت الميليشيا خسائر فادحة خصوصا في صحراء اللسان وأم العربي وأيضا في جبهة نجد العتق وصلب. طيب أخبرنا محمد عن طبيعة العلاقة والتعاون بين الجيش الوطني والقبائل والمقاومة وأيضا التحالف عن طريق طيرانه في قصف مواقع الحوثيين هناك. لا يكاد يمر اليوم إلا وطيران التحالف العربي
يقصف بعدة غارات مواقع وتمركزات الميليشيا على حسب المعلومات التي ترفع يتم استهدافها. نعم. ضمن القبائل دور كبير في إسناد الجيش الوطني وخاصة قبائل الجدعان، هذه القبيلة المأربية التي دفعت بأبنائها في جميع جبهة المنطقة العسكرية السابعة، وبفضلهم استطاعت قوات الجيش الوطني الصمود إلى وشراسة مواجهتها. على كل حال شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد عبد الكريم، ونعتذر منكم مشاهدينا على رداءة الصوت من المصدر.